وعود إلى الخبر الأبرز في نشرتنا حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ما توليه مصر من أهمية خاصة لعلاقتها الوثيقة مع ألمانيا وتعزيز التعاون والمصالح المتبادله بين البلدين في مختلف المجالات جاء ذلك خلال استقباله السيده انالينا بيربوك وزيره خارجيه جمهوريه المانيا الاتحاديه حيث اعرب رئيس السيسي عن تطلع مصر لاستمرار هذا التعاون القائم بين البلدين مع الحكومه الالمانيه الجديده على اساس من الاحترام المتبادل والشراكه المتوازنه استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيده انالينا بيربوك وزيره خارجيه جمهوريه المانيا الاتحاديه وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجيه بالاضافه الى السفير فرانك هارتمان السفير الالماني بالقاهره المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس طلب نقل تحياته إلى المستشار الألماني أولاف شولتس مؤكدا سيادته ما تليه مصر من أهمية خاصة لعلاقاتها الوثيقة مع ألمانيا وتعزيز التعاون والمصالح المتبادلة بين البلدين في مختلف المجالات حيث تعتبر مصر علاقات الشراكة مع ألمانيا بمثابة محور أساسي للعلاقة المصرية مع أوروبا بالنظر لمكانة ألمانيا وثقلها كدولة أوروبية كبرى وهو ما ظهر في الانخراط الالماني القوي وغير المسبوق من خلال شراكتها الكبرى في خطط التنميه الطموحه التي نفذتها مصر في السنوات الماضيه، ومعربا سيادته عن التطلع لاستمرار هذا التعاون القائم بين البلدين مع الحكومه الالمانيه الجديده على اساس من الاحترام المتبادل والشراكه المتوازنه، وذلك ارتكازا على مكانه كل من مصر والمانيا وثقلهما الكبير ودورهما المحوري كل في دائرته الاقليميه وعلى الساحه الدولية. واوضح المتحدث الرسمي ان وزيره خارجيه المانيا نقلت الى السيد الرئيس تحيات المستشار الالماني مؤكده اعتزاز بلادها بالعلاقات الوطيده والمتميزه التي تربطها بمصر باعتبارها محور الاستقرار والاتزان في منطقه الشرق الاوسط وافريقيا الى جانب دورها الاساسي في مكافحه الارهاب والفكر المتطرف فضلا عن جهودها في مجال مكافحه الهجرة غير الشرعيه والقيام بدور اخلاقي وانساني مختلف. من خلال استضافه مصر لملايين اللاجئين وادماجهم في المجتمع وتوفير الحقوق الاساسيه لهم بالاضافه الى النجاح الكبير لمصر تحت قياده السيد الرئيس في ترسيخ مبادئ حريه العباده والتسامح الديني وقبول الاخر مما جعلها مثلا اعلى ونموذجا يحتذى اقليميا ودوليا ومشيره الى حرص الحكومه الجديده في المانيا على دعم تلك العلاقات بما يضمن تعزيز الشراكه القائمه بين البلدين وتطويرها على مختلف في الأصعدة وكذا التنسيق بشان كافة الموضوعات والملفات الإقليمية محل الاهتمام المشترك وشهد اللقاء بحث عدد من الملفات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري والعسكري حيث رحب السيد الرئيس في هذا الصدد باهتمام الشركات الألمانية بضخ استثماراتها في مصر معربا سيادته عن التطلع لزيادة تلك الاستثمارات فضلا عن الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الألمانية لتوطين الصناعة في مصر، بينما أشارت الوزيرة الألمانية إلى متابعة بلادها للحجم الضخم للمشروعات التنموية الكبرى في كافة أرجاء الجمهورية، مؤكدة أن هذا الأمر من شأنه أن يوفر فرصاً واعدة ومتعددة لتعظيم الاستثمارات الألمانية في مصر، خاصة في مجالات البنية التحتية والنقل والطاقة النظيفة والمتجددة والكهرباء والتعليم، وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى مناقشة التطورات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم الاتفاق على مواصلة التنسيق والتشاور بين مصر والمانيا في هذا الصدد من أجل مواجهة التحديات القائمة في المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وكذا الأوضاع في ليبيا، حيث تم التوافق في هذا الخصوص بشان تضافر الجهود المشتركة بين مصر والمانيا سعيا لتنفيذ المقررات الصادرة عن مسار برلين بهدف تسوية الأوضاع في ليبيا على نحو شامل ومتكامل يتناول كافة جوانب الأزمة الليبيه بما يسهم في القضاء على الارهاب ويحافظ على موارد الدوله ومؤسساتها الوطنيه ويساعد على استعاده الامن والاستقرار في البلاد كما تم التطرق ايضا الى استعدادات مصر لاستضافه قمه الامم المتحده للمناخ في شهر نوفمبر من العام الجاري بمدينه شرم الشيخ حيث اشادت وزيره الخارجيه الالمانيه بالدور المهم الذي تطلع به مصر في اطار الجهود الدوليه والاقليميه لمواجهة تغير المناخ معربة عن التطلع لتعزيز التعاون مع مصر في هذا المجال بينما أكد السيد الرئيس أن مصر حريصة على خروج قمة شرم الشيخ على الوجه الأمثل وحضور أكبر عدد ممكن من المشاركين بما في ذلك ممثل المنظمات المدنية الناشطة في مجال الحفاظ على البيئة ومنحهم الحرية للتعبير عن آرائهم كما ستسعى مصر كذلك إلى البناء على الزخم الدولي المتولد عن مؤتمر جلاسكو الأخير والخروج بنتائج ومبادرات طموحة تساهم في تعزيز عمل المناخ الدولي على كافة المستويات، خاصة فيما يتعلق بخفض الانبعاثات وبناء قدرة الدول النامية على التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، وتعزيز قدرتها على النفاذ لتمويل المناخ.